نظمت جمعية رسالة للأعمال الخيرية إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فعالية توزيع وجبات ساخنة على 250 أسرة من أسر الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بمشاركة عدد كبير من متطوعي التحالف. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات مصر لتخفيف العبء عليهم والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. احنا النهاردة بنقدم 250 وجبة سخنة للأسر الأولى بالرعاية تعاون مع التحالف الوطني للجمعيات الأهلية. بنسعى كل أسبوع أن احنا نعمل الحكاية ديت، وإن شاء الله ربنا يوفقنا فيها ونقدر نكون عند حسن ظن الناس كلها، ونقدر نعمل نرد جزء من جميل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي علينا وعلى محافظتنا بالأخص محافظة الإسماعيلية اللي اتعمل فيها 5 أنفاق. الناس كلها كانت بتصارع 5 أنفاق ليه؟ هم دول عماد مصر حاليا، وبندعم دعم كامل لدولة رئيس الجمهورية في كل مبادراته وكل قراراته الحاسمة.